طيب نروح لمباراة الأهلي امبارح، وبنبارك للمارد الأحمر على فوزه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة على فريقه فاق ستيف الجزائري برباعية نظيفة زي ما قلنا. والحقيقة الأهلي قدم كل شيء في كرة القدم، أهداف وفنون، وضيع المزيد من الأهداف الأخرى علشان يكون يعني خلاص يعني قاب قوسين من المباراة النهائية، لأن مباراة العودة من الصعب أن الفريق الجزائري يعوض فيها الأربع أهداف. طبعا مدرب وفاق ستيف نفسه بعد نهاية المباراة قال إن المباراة كانت صعبة للغاية، وإن نتيجة الذهاب من الصعب تعوضها على ملعبه، وإن حلم النهائي بالنسبة لفريقه بات صعبا ومن درب الخيال. مليون مبروك طبعا لنادي الأهلي وجماهيره، وإن شاء الله يفوزوا كمان في مباراة العودة ويفوزوا بالبطولة ويحققوا رقم تاريخي بالفوز بالبطولة في ثلاث نسخ على التوالي. عموما تعالوا دلوقتي نعرف كواليس المباراة من الناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال اللي بينورنا دلوقتي على تطبيق زوم. اهلا بحضرتك، صباحك صباح الورد. صباح الورد عليك يا باسم، صباح الورد يا ياسمين. طبعا في البدايه بقدم التعازي طبعا لشهدائنا والله يرحمهم. الله يرحمهم جميعا. يعني عايزين نعرف برضو منك تقييمك لاداء المباراه امس. اكيد طبعا المباراه زي ما انت قلتي مباراه كبيره جدا من النادي الاهلي، التاهل للمباراه النهائيه ده شيء ممتاز، وان انت توصل للمباراه النهائيه للمره الثالثه على التوالي. انا بقول ان احنا وصلنا للمباراه النهائيه كنادي اهلي، انا بتكلم دلوقتي كمصريين لان النادي الاهلي هو الممثل يعني الاول والاخير حتى الان في البطولات الافريقيه لمصر. هو خلاص الاهلي يعني 4-0 في مباراه الذهاب ضمن بشكل شبه رسمي التاهل للمباراه النهائيه للمره الثالثه على التوالي في تاريخه، الثالثه على التوالي، وطبعا بينافس على اللقب هذا العام ايضا بعد ما فاز على الزمالك في 2020 ثم فاز على كايزر تشيفز الجنوب افريقي. ف اكيد مباراه الامس كان على فكره وجهه نظري ان الاهلي كان يستطيع كمان ان هو يفوز اكتر من 4-0 خاصه في الشوط الاول، بعد كمان حاله الطرد اللي يعني حسبها الحكم مملاك تسيميا، بعد كمان نجاح النادي الاهلي في تسجيل الهدف الاول في الدقيقه 30 عن طريق بيرسي تاو، وكان قبلها كمان في هدف ملغي، ولكن كان النادي الاهلي بالامس كان يستطيع بالفعل يعني ان هو يعمل نتيجه تاريخيه. وانا يعني بصراحه سعيد ان مباراتي الذهاب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا تم حسمهم من لقاء الذهاب من اجل موضوع معين جدا، وهو موضوع هام وبيشغل جميع المصريين وجميع طبعا متابعي الكره الافريقيه، وهو ان يجعل الاتحاد الافريقي يختار ملعب المباراه النهائيه ملعب محايد مش ملعب محمد الخامس في المغرب. طب محمد، هل انت شايف ان مباراه العوده للفريق الجزائري باتت صعبه ومستحيله ولا لسه في امل؟ مستحيل يا ياسمين، مستحيل مستحيل خالص في كرة القدم ان انت تفوز على فريق كمان كسبك 4-0 في مباراة الذهاب وفي نص نهائي دوري ابطال افريقيا، كمان لما يكون النادي ده هو النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما معودنا ان هو قادر ان هو ينافس دايما على دوري ابطال افريقيا، دايما متعود ان هو يحقق لقب دوري ابطال افريقيا. لما يفوز عليك 4-0 صعب جدا في الجزائر انك انت تكسب 4 عشان توصل كمان وتبقى متعادل. انا كنت ممكن اقول لك ان تبقى نتيجة صعبة في حالة انها تكون 1-0 2-0 او 2-1 او 3-1، ولكن لما توصل النتيجه 4-0 وكان الاهلي كمان عنده وبمقدوره كمان ان هو يوصل لاكثر من ده. ولكن امبارح بصراحه موسيماني كان غير المباريات اللي فاتت، المباريات اللي فاتت في الدوري تعادل قدام طلائع الجيش ثم تعادل امام سيراميكا كليوباترا، ويعني ان انت كنت بتوصل للجول بصعوبه جدا، ولما بتوصل كان في ضياع للكرات بنتيجه يعني نتيجة كده يعني بعض عدم التدريب من وجهة نظر من موسيماني. موسيماني كان الفترة اللي فاتت كان اتخذ أكتر من قرار خطأ مع النادي الأهلي، بحيث إن هو كانت التدريبات قليلة جدا، التدريبات الفردية أو النوعية للاعبين كانت قليلة جدا، وكانت ظاهرة عليهم في الملعب كمان في حتة إنهاء الهجمات. حتى الآن لعيبة الأهلي بتتعافى، ولكن فوز مهم جدا معنويا كمان للنادي الأهلي إن هو يوصلك للمباراة النهائية اللي هتقام من أحد أيام يعني من 25 ل 29 كده، حتى الآن لم يحدد. حتى الآن الملعب اليوم المبدئي لإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29، انت عندك فرصه كبيره جدا يعني تذاكر الوداد المغربي بشكل كويس جدا للمباراه النهائيه، لان الوداد برضو انا باكد ان هو خلاص حسمها بعد الفوز في انجولا على بيترو اتلتيكو 3-1. كمان انك انت تستعد لمباراه الدوري بشكل كويس جدا، انها تبقى بقى خير استعداد ليك قبل مباراه الوداد في فاينل دوري ابطال افريقيا، فاينل متعاد مره اخرى بعد فاينل الاهلي والوداد في 2017 وفوز الوداد، الان فاينل معتاد كمان ما بين الاهلي والوداد. الاهلي عاوز يحافظ او عاوز يكسر رقم قياسي الاول مرة
فريق في دوري ابطال افريقيا يحققه، والنادي الاهلي كمان يحققه بعد ما كان قريب ليه في 2007 بعد الفوز 5 و6، ولكن في 2007 فشل قدام النجم الساحلي بثلاث اهداف مقابل هدف في استاد القاهره. النهارده الاهلي وصل للمباراه النهائيه الثالثه على التوالي لاول مره، ولكن تحت قياده بيتسو موسيماني مش مانويل جوزيه، عشان كده الاهلي اكيد عنده اهداف كبيره جدا يحققها، ولكن على موسيماني الفتره الجايه ان هو يستعد ويأهل اللاعبين نفسيا من اجل اقامه المباراه النهائيه، ومن اجل كمان ان هو يكون ظاهر بشكل كويس جدا في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، ويكون كمان قادر ان هو يحافظ على نتائجه الايجابيه في بطوله الدوري عشان كمان دعم الجماهير وما يكونش في انتقادات خلال شهر مايو الحالي. طيب يعني بالنسبه بقى للعيبه الاهلي المصابين، يعني هل هيكون في توقع لعودتهم مره اخرى في صفوف الاهلي في المباريات اللي جايه؟ هو وجهه نظري اهم لاعب مصاب طبعا ويعني غيابه مؤثر هو عمرو السوليه. عمرو السوليه من اللاعبين يعني المصابين، والناس كلها بتسال عمرو السوليه يعني ممكن يرجع امتى. عمرو السوليه كانت تجددت طبعا على الاصابه من امس، ويعني كان راجل يعني كان قريب ان هو على فكره يشارك في مباراه الذهاب، وشارك كده في مران قبلها بيوم، ولكن مران خفيف، ولكن يعني الدكتور احمد الدكتور ابو عبله قرر ان هو ما يكونش موجود في المباراه، واعتقد سيتم تجهيزه لمباراه الاياب. ولكن بعد ما الاهلي كمان حسم مباراه الذهاب من القاهره، اعتقد كمان ان هيتم اراحته في مباراه الاياب بحيث ان هو يكون موجود في المباراه النهائيه، خاصه الاهلي كمان عنده البدائل، موجود علي وديانج، موجود حمدي فتحي، موجود عدد كبير جدا من اللعيبه بيقدر يجيد في الحته دي. طيب من كره القدم بقى خلينا نروح لكره اليد. النهارده في مباراه مهمه قوي بين الاهلي والزمالك في كره اليد، فانت شايف يا محمد المباراه دي هتبقى عامله ازاي؟ لا المباراة بتبقى صعبة جدا، في تفوق كبير جدا لنادي الزمالك، خلينا متفقين ان في تفوق جدا كبير جدا لنادي الزمالك في العاب الصالات، وفي العاب الصالات سواء كرة اليد او كرة السلة، لا لعيبة وحتى كمان شفنا في الطايرة لعيبة الزمالك قادرة انها تحقق الفوز دايما على النادي الاهلي في البطولات المختلفة، وقادرين ان هم يحققوا كمان بطولات. المباراة هتبقى كبيرة جدا، وانا كنت كده يعني قريت بعض ان لعيبة الاهلي ولعيبة الزمالك مش على افضل ما يرام، انا باكد لك ان الكلام ده مش صحيح، ويعني كان لدينا طبعا اكثر من صديق بيتابع كرة اليد بشكل كويس جدا، ويعني متولي تخطيطها بشكل كويس جدا، بياكد ان لعيبة الاهلي والزمالك يعني على روح واحدة وعلى مجرد اشاعات يعني. نعم مجرد اشاعات يعني بالظبط، مجرد اشاعات. الكل في حاله جيده، دول لعيبه منتخب مصر، وكلنا شفنا في العاب الماضي في كاس العالم لكره اليد اللي كانت مقامه في مصر قد ايه روح واحده ما بينهم هم كلهم. لا يعني انا برضو باكد لك ان كره اليد او كره القدم او اي لعبه، لعيبه الاهلي والزمالك في الاول وفي الاخر هم اصدقاء، ولكن المنافسه في الملعب دي حاجه ثانيه خالص، المنافسه الجماهيريه دي حاجه ثانيه خالص، ولكن على الجماهير انها تعلم ان لعيبه الاهلي والزمالك اكيد اصدقاء، ولكن مباراه اليوم مباراه صعبه جدا جدا جدا. النادي الاهلي بيحاول ان هو يحقق بطوله في كره اليد، وكمان في جميع العاب الصالات، خاصة ان الموسم ده الزمالك فايق بشكل كبير جدا 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 في كل البطولات، وبصراحة نجاحات مختلفة وبشكل كبير جدا جدا في جميع الألقاب، وان هو يحقق عدد كبير جدا من الألقاب على النادي الأهلي سواء في الطايرة أو في السلة أو في اليد، ده أكيد نجاح كبير جدا. بنبارك لك يا معها طبعا. طبعا أخيرا. نشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال، واللي كان منورنا عبر تطبيق زوم.